السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس الثاني في الميكانيكا. الدرس الأول كان بيتكلم عن محصلة قوتين، وقلنا في حالات خاصة ممكن يكونوا متعامدين في اتجاه واحد، في اتجاهين متضادين، أو قوتين يكونوا متساويتين، أو ممكن يقول إن المحصلة عمودية على الأولى. هسيب لك رابط الدرس في الوصف. هناخد النهاردة تحليل القوة إلى مركبتين، يعني عكس الدرس الأولاني. يعني يا باشمهندسين، أنا كان معايا قوة أولانية وقوة تانية، وليكن كان شكلهم كده، وكنا جبنا المحصلة بتاعتهم. اتفقنا إن المحصلة بتكون ما بينهم كده، دي المحصلة. النهاردة إحنا هنسميها قوة. هو هيديني القوة دي وهيديني الزوايا كده، هي واحد ودي هي اتنين. وعاوزين يا أستاذ مقدار المركبة دي والمركبة دي، بيسمي دي يا شباب مركبة ودي برضو، يعني ما يقول لك أولد القوة قاف في مركبة بتميل عليها بزاوية 30 ومركبة تانية بزاوية 50 مثلا، يبقى دي الرسمة بتاعتي. القانون هنا ايه؟ قال ان القوة الاولى هتكون على جاء الزاوية التانية بتساوي القوة التانية على جاء الزاوية الاولى. دي يا شباب اسمها ح، هي دي المحصلة. قال بتساوي ح على مجموع الزاويتين، جا ه واحد زائد ه اتنين، يبقى القوة دي على الزاوية التانية، والقوة دي على الزاوية الأولانية، والمحصلة على مجموع الزاويتين. القانون ده جه منين؟ القانون ده علشان تعرف جه منين لازم تكون درست حساب المثلثات وخدت فيه قاعدة الجيب. نشوف أمثلة على الكلام ده. قوة مقدارها 600 سكل جرام تؤثر في نقطة، أولد مركبتيها في اتجاهين يصنعان زاويتين 30 درجة و 45 درجة. طبعا يا شباب الزاويتين الاتنين مجموعهم 75، يبقى الزاوية حادة. كان في قوة مقدارها 600، دي القوة 600 بتميل على الأولانية بزاوية 30 وبتميل على الثانية بزاوية 45. عاوزين المركبة الأولى والمركبة الثانية. بكل بساطة القانون بيقول إن القوة الأولى على جا الزاوية الثانية جا 45 بتساوي القوة الثانية على جا الزاوية الأولانية بتساوي المحصلة اللي هي 600 على مجموع الزاويتين. عايزين يا أستاذ كده القوة الأولى بكام؟ يبقى القوة الأولى بتساوي 600 جا 45 على جا 75. على الحسبة يبقى القوة الأولى طلعت بتساوي 439.2 سكل جرام. القوة الثانية، القوة الثانية يا أستاذ هنعمل برضو وسطين في طرفين، 600 في جا 30 على جا 75، يبقى القوة الثانية طلعت بتساوي 310.6. في المثال ده يا شباب بيقول إن في مركب كبيرة وفي مركبين صغيرين بيشدوها. ربط المركب الكبيرة بحبال، وكانت القوة المحصلة 500، وكانت القوة 500 بتميل على واحدة منهم بزاوية 45 وبتميل على الثانية ب 30 درجة. عاوزين نعرف الشد في الحبل كام. علشان نجيبه يا أستاذ كنا بنقول شد على جا الزاوية الثانية بتساوي شد 2 على جا الزاوية الأولانية بتساوي ال 500 اللي هي المحصلة على مجموع الزاويتين. ك
كده يا أستاذ أنا أقدر أجيب الشد بكل سهولة. يبقى الشد 2 بيساوي 500 جا 45 على جا 75. نشوف لو كان قال لي دوت ثقل كيلو جرام يبقى الناتج هيكون بالثقل كيلو جرام. والشد بيساوي 500 جا 30 على جا 75. نطلع النواتج على الحاسبة. في يا شباب حالات خاصة هنا. في تلات حالات خاصة. ايه هما التلات حالات خاصة؟ خلي بالك عشان لما تيجي تذاكر هو كاتبهم لك، لاحظ ما كتبلكش حالات خاصة. أول حاجة بيقول لو كان المركبتين متعامدتين تعامد المركبات، يعني أنا عاوز أحلل القوة لاتجاهين متعامدين. تاني حاجة يا باشمهندسين، إن كان مستوى مائل، مستوى مائل وده الوزن، عاوزنا نحلله لاتجاهين متعامدين اللي هو هيكون الاتجاه ده كده والاتجاه ده كده. ده يا شباب اسمه خط أكبر ميل، ده خط أكبر ميل. تالت حالة يا باشمهندسين، لو جه اداني صورة قطبية، يعني القوة وزاويتها، قوة 20 نيوتن مثلا وزاويتها 30 درجة. دي يا باشمهندسين نفس طريقة دول. طب بنحل ازاي؟ بيقول ان لو الزاوية هنا اسمها ه، يبقى المركبة الأولى بتساوي المحصلة جتا ه، والقوة التانية أو المركبة التانية بتساوي المحصلة جا ه. طب لو كانت ه هنا يبقى كنا هنبدل الجتا هنا والجا هنا. طب ديت هنا الوزن جتا ه وهنا الوزن جا ه ثابتة. ه فين بقى؟ ه زاوية ميل المستوى ده. شفت المستوى ده اهو، المستوى المائل دي زاويته. طب الصورة القطبية سهلة برضو، القوة جت الزاوية والقوة جه الزاوية. ليه؟ لأن لو كنت رحت رسمتها كنت هتبص تلاقي إن هنا كده القوة 20 والزاوية 30. يبقى كنا بنعمل ايه في محور السنان؟ كنا بنقول القوة جت الزاوية والقوة جت الزاوية اللي هي 20 جت 30. نشوف أمثلة على الكلام ده. أعمل مركبتي قاف في اتجاهي محوري الإحداثي، دول مثالين يا باشمهندسين. عاوزني أحلل القوة قاف. طب دي أنهي حالة من اللي موجودة هنا؟ الحالة الأخيرة لما يديني القوة والزاوية أو يديني الصورة القطبية. كنا بنقول لكل سهولة يا أستاذ يبقى القوة هتساوي 50 جذر 3 جتا 60 و50 جذر 3 جا 60. وفي ناس كانت تحب تكتبها إيه؟ تكتبها السينات بتساوي 50 جذر 3 في نص يبقى 25 جذر 3. ونشوف التمييز لو كان نيوتن يحطوه نيوتن. والصاد بتساوي 25 في 3. كده احنا جبنا له القوة في اتجاه السين والقوة في اتجاه الصاد. طب التانية دي هنحلها ازاي؟ بسيطة برضو. هات المعيار، هات معيارها. طب بجيبه ازاي انا معيارها؟ طب التانية دي محلولة جاهزة، ده القوة بتساوي 6 في اتجاه السينات والمركبة التانية الصادات، القوة في اتجاه الصادات بتساوي سالب ص. كده يبقى انت جبت القوة في اتجاه سين
وجدت القوة في اتجاه صوت. الإنسان الأول ده بيقول إن كان معايا شداد حبل، ده شباب شداد للحبل، بيقول إن أنا كنت بشد ب 300 وكان الشد في الحبل ده ب 15 جذر 3، يبقى الشد في الحبل ده بكام؟ عادي يا أستاذ، الزاوية دي سيتا يبقى دي 90 ناقص سيتا، هيبقى يا شباب 300 على ده 90، دي 30، 30 على ده 90 بتساوي 15 جذر 3 على ده 90 ناقص سيتا قوة على جيب الزاوية التانية. هنعمل وسطين في طرفين، ده 90 ناقص سيتا اللي هي الجاتا سيتا بتساوي 15 جذر 3 جا 90 على 30، يطلع الناتج جذر 3 على 2، إذا سيتا بتساوي 30 درجة. ليه؟ جاتا كامل الجذر 3 على 2 30 درجة، يبقى أنا كده قدرت أجيب له سيتا بكامل. لو كملنا القانون اللي هو قاف 2 على جا سيتا، السيتا انا عرفتها ان هي ب 30، اقدر اجيب القوه الثانيه بكل سهوله كام. لو عملنا وسطين في طرفين بعد ما نبدل دي ونحط 30. طب السؤال اللي بعده، قوه مقدارها 18 نيوتن تعمل في اتجاه الجنوب. كان الاتجاهات الاصليه بفكر الناس شمال شرق جنوب غرب. 18 تعمل في اتجاه الجنوب، كده كان في قوة 18. أوجد مركبتيها في اتجاهين 60 درجة شرق الجنوب، بنقرأ بالعكس يبقى جنوب شرق، جنوب شرق، يبقى دي الزاوية 60 يا شباب، هذه المركبة الأولى. طب المركبة الثانية 30 درجة غرب الجنوب، جنوب غرب 30، ده أصبحوا كده متعامدين يا أستاذ. يبقى أنا ممكن أقول إن 18 جت 30، يبقى هنا 18 جا 30. كانوا بيعلمونا واحنا صغيرين يقول لنا ايه؟ مطرح ما تنام في جيب التمام. يعني انت لو نيمت ال 18 هنا يبقى اضرب في جيب التمام، بس بشرط لازم يكون المركبتين متعمدتين. يعني 60 و 30 90 عشان تستخدم القاعده دي. ال 18 وانت منيمها على ده. كده مطرح ما تنام في جيب التمام. يبقى هنا 18 جا 30 وهنا 18 جا 30، كده انا قدرت اجيب له المركبتين. اخر مثالين يا شباب، جسم جاسق وزنه 42 نيوتن موضوع على مستوى مائل بزاويه ه، حيث ظاهر بتساوي 3 ارباع. اوجد مركبتي الوزن في اتجاه خط اكبر ميل والعمودي يعني. جسم جاسق يا شباب يعني واخد راحته، قاعد كده مرتاح، وزنه 42 نيوتن، عاوز يحلله، والزاوية ايه؟ دي الزاوية ايه؟ كنا بنعمل مثلث، انت قلت ده 3 ده 4 ده 5 عشان الظا مقابل على مجاور. هيكون هنا يا أستاذ 42 جتا ب، وهنا 42 جه، يبقى في اتجاه خط اكبر ميل، في اتجاه خط اكبر ميل بيساوي 42 في جه 3 على 5، كده انا طلعت الناتج بنيوتن. العمودي عليه، العمودي عليه بيساوي 42 في جتا ه اللي هي 4 على 5 برضه نيوتن. نفس الكلام، بس بدل ما يديني المثلث ده صريح زي هنا كده،
لا لف معايا شويه، حبه يتعبني. مستوى ماء التوب 130، ده 130، وارتفاعه كان 50، ده الارتفاع. يبقى اصبح دوت بكم يا شباب من فيثاغورس؟ ب 120. يبقى انا لو عملت المثلث كده يبقى 50 130 120، والاطوال دي ما عادش لها لازمه على المستوى لان عملت منها المثلث. الجسم الدسيء هنا وزنه كام؟ 390. عايز نحلل المركبتين، يبقى هنا يا استاذ 390 جت اهي، وهنا 390 جاي. يبقى المركبة الأولى بتساوي 390 في جاهل اللي هي 50 على 130، صفر راح مع صفر، على 13 فيها 3 في 50 ب 150. التمييز هنا نيوتن، يبقى الناتج نيوتن. المركبة العمودية يبقى 390 في جتا اللي هي 120 على 130، صفر راح مع صفر، هنا فيها 3، 360 نيوتن. أتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.